المناعه اللي كنهضروا عليها في بشكل عام خاصه في هذا الشهر المبارك، فملي كنهضروا نهضروا على الحويجات بعدا كي اللي اثروا لينا على المناعه ديالنا، فاولهم نبغي نشير السكر. فملي كتكون وملي كنقول السكر فماشي كنهضرش على السكريات بشكل عام، ولكن كنكون السكر المضاف كنقول السكر الزائد، يعني ولا تناول السكر بكميه متجاوزه ولا كميه كثيره، كيف ما هو للاسف كيحصل في هذا الشهر المبارك عند واحد مجموعه من الناس. فهنا ملي كنعرفوا ان السكر من بين تاثير المؤثرات ديالو الجانبيه ولا السريعه هو داك التاثير السلبي على المناعه ديالنا، وكيخليها كتنقص بواحد الشكل اللي مؤول خطير وملاحظ عند جميع الناس اللي كيتناولوا السكريات السريعه وبكميه زائده وبشكل كبير. بالاضافه الى ذلك فملي كتكون التغذيه ديالنا غير متوازنه ما فيهاش المكونات الرائعه اللي كتحتاجها المناعه ديالنا، لا من ناحيه النوعيه والكميه ديال البروتينات اللي كتحتاجهم الذات ديالنا باش كتحافظ على ديك المناعه. ملي كنعرفوا مثلا على ان حتى ديك المضادات الحيويه الاونزونتيكور ديالنا فالاساس ديالهم بروتينات، فبطبيعه الحال خاص الذات ديالنا ديك البروتينات اللي حنا كنتناولوها تكون يعني بواحد النوعيه وبواحد التحضير كذلك اللي يكون صحي. بالاضافه الى ذلك فراه كاين واحد المكونات اللي معروف عليها على مدى التاثير والتاثير ديالها الايجابي على المناعه ديالنا، ونبغي نشير منهم مثلا مصادر ديال التغذيه ديالنا تكون فيها زنك، تكون فيها مانغانيز، تكون فيها حديد كذلك، تكون فيها انواع من الفيتامينات خاصه فيتامين سي فيتامين ا كذلك، يعني ما يكونوش حويجات اخرين اللي ضروري يكونوا حاضرين، ولا الطريقه ديال الطهي عفوا اللي تقدر تكون كذلك من بين الحويجات اللي تقدر تاثر لنا سلبيا على هاد الحويجات اللي هادو ذكرت وتخلينا ما كنستافدوش منهم. بالاضافه الى ذلك ما كنساوش كذلك الاهميه ديال الماء اللي كيبقى كذلك من بين الحويجات الاساسيين اللي عندهم تأثير صحي على الصحة ديالنا ككل وعلى المناعة ديالنا بشكل خاص. بلا ما نساو آخر حاجة وكاين حويجات أخرى كذلك عندهم تأثيرات، ولكن حنا نلخصوا مع هاد الحويجات اللي حفظنا عليهم راه حنا المناعة ديالنا غتكون مزيانة. بالإضافة إلى الأهمية ديال النوم كذلك باش نحافظوا عليه بنعسوا يعني واحد المدة زمنية كافية باش كذلك حتى المناعة ديالنا تبقى في صحة جيدة.